العمل السينمائي يعني التجارب اللي كيقوموا بها الشباب هنايا كلهم شباب اللي مثلوا في هذا الفيلم. نشجعوا كذلك المخرجين اللي كيستمروا في هذا المجال ديال الصناعه الثقافيه والصناعه السينمائيه. هذا هو المهمه ديالنا، وحنا غنبقاو اليوم في مدينه الدار البيضاء. نقدروا نقولوا بان في بعض الاسابيع او بعض الايام غيكون كذلك تدشين ديال المبادره اللي قمنا بها ديال 150 قاعه سينمائيه مسرحيه وموسيقيه اللي غيكون في الاسابيع المقبله ان شاء الله. تبين ان انتم كتشوفوا الحضور والجمهور اللي حضر اليوم بان كاين واحد الاهتمام بالسينما، كاين واحد الاهتمام بالثقافه في العموم. وحنا يعني شنقول لك، التحدي مره اخرى هو نخليو هذه الاجواء اللي كاينه هنايا في مدينه الدار البيضاء، مدينه الدار محظوظه لان فيها مجموعه القاعات السينمائيه، يكونوا في جميع مناطق المملكه، في المدن المتوسطه، المدن الصغرى، في القرى. لان اعتقد في الجولات اللي قمت بها بان جميع المغاربه بصفه عامه عندهم هذا الاهتمام بالمجال السينمائي. خصنا غير مره اخرى يعني ذاك اللوفخ اللي غنقدموا لهم تكون واحد اللوفخ اللي كتواجب مع الامكانيات الاقتصاديه ديالهم. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.